السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلابنا الأحبة. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح أول محاضرة من محاضرات الفارماكولوجي، ونبلش مباشرة في مادة الدكتورة اللي طلبتها منا في الامتحان. المحاضرة حكينا بتحكي عن الأنتي هايبر ليبيديميك إيجنت أو الهايبو ليبيديميك دراجز. بالبداية الدكتورة حبت تأكد لي وتذكرني بمعلومة كالتالي: أنا كلينيكالي إيش بهمني من كل اللايبوبروتين اللي شرحتهم؟ بهمني مينلي شغلتين، ويضاف لهم شغلة ثالثة، شغلتين معبيات كوليسترول اللي هم LDL و HDL، وبهمني الترايجليسرايد. وبالتالي لو كان في شخص عنده ارتفاع في الترايجليسرايد، هاي ليفل اوف ترايجليسرايد، معناته عنده هايبر ليبيديميا او ديس ليبيديميا. او اذا كان هذا الشخص عنده ال دي ال اللي هو الباد كوليسترول اللي بحب يضله بالسيركوليشن عالي، يعني هاي ليفل اوف ال دي ال اوف لو دنسيتي لايبوبروتين، برضه بنعتبره هذا مريض هايبر ليبيديميا او اللي هو ايش ديس ليبيديميا. او اذا كان عنده الكوليسترول المنيح اللي هو الاتش دي ال اللي بيكنس، اللي بلم الكوليسترول يعني اللايبوبروتين المنيح اللي بلم الكوليسترول وبودي لي اياه للكبد عشان اتخلص منه، كميته قليله لو، هذا برضه بعتبره مريض هايبر ليبيديميا. اذا لما تسمع هذا البيشنت عنده هايبر ليبيديميا او ديس ليبيديميا، تركيزك كدكتور في المستقبل على ثلاث اشياء: اما ارتفاع في الدهنيات الثلاثيه، او ارتفاع في الكوليسترول على شكل ارتفاع في ال دي ال، او نقص في الجود لايبوبروتين اللي بيكنس الكوليسترول وبودي لي على السيركيليشن. شو يعني؟ يعني حيضل الكوليسترول بالسيركيليشن وحتصير عندك المصايب، يعني عندك نقص في ال اتش دي ال. وانتبهوا: لو اتش دي ال، هاي ال دي ال، اند هاي ترايجليسرايد. طب شو الاسباب تبعت الهايبر ليبيديميا؟ قلنا برايمري وسكندري، يعني في اشياء بتكون متعلقه باللايف ستايل، الشخص اللي بوكل دهنيات كثير، اللي ما بيلعب رياضة، اللي وزنه كبير، اللي بيدخن، هذول كلياتهم أشخاص عندهم اللي هو لايف ستايل فاكتور بتأدي إلى هايبر ليبيديميا. أو ممكن يكون موروث على شكل inherited defect اللي هم الفايف تايبس اللي شرحناهم في الفيديو السابق، تمام؟ أو ممكن يكون كليهما، يعني جيناتيك ولايف ستايل مع بعض. يعني تخيل واحد عنده جيناتيك بروبلم مثلا زي تايب 2 إيه، حكينا اللي بيرتفع فيه الال دي ال، ما عنده ال دي ال ريسبتور، وبوكل دهنيات وبدخن وناصح، فاجتمعت عليه الثنتين مع بعضهم البعض. أو ممكن يكون سكندري كوز، يعني مرتبط مع أمراض أخرى زي الهايبوثايرويديزم اللي قلنا هذا بيرفع مين للكوليسترول، والديابيتس والجاوت والالكحول اللي حكينا مين اللي بيرفعوا لي الترايجليسرايد. طيب أنا ليش بخاف من الهايبر ليبيديميا؟ أهم أثر للهايبر ليبيديميا بالجسم هو تصلب الشرايين، ورح نتعلمها بالباث، وحقول لك إنه أنا بصير في عندي هاي الإندوثيليال سيل بصير فيها إنجري، فبيجي ال دي ال اللي حامل الكوليسترول بشكل أساسي بيترسب هون، وبصير يترسب في داخل طبقات اللي هو البلد فيزل، ويكون لي إيش تصلب، ويكون لي إيش زي يعني بليك من اللي هو الفات، وبالتالي هاي بنسميها أثيروسكليروسيس. طيب متى الأثيروسكليروسيس بتزيد؟ بتزيد بحالتين مهمات: الأولى لما يرتفع ال LDL، لانه هذا راح يزيد كميه الدهنيات اللي بتترسب في داخل البلد فيزل. الشغله الثانيه لما يقل ال HDL، ليش؟ لانه ال HDL هو اللي بيمسك هاي الاشياء المترسبه وبرحل لي اياها وين؟ باتجاه الكبد. فيا اما الكناس قل او اللي بحب يترسب زاد، وبالتالي بيزيد الريسك فور اثيروسكليروسيس. ولاحظوا انه الترايجليسرايد مش كثير ريليتد مع الاثيروسكليروسيس، مش كثير ريليتد مع الاثيروسكليروسيس. طيب بحكي لي: ليش انت يا دكتور بدك تعالج الهايبر ليبيديميا؟ اهم إشي تجاوبني إياه تحكي لي إيش؟ to reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular disease، تمنع تصلب الشرايين اللي بتصير بالقلب وبالدماغ وفي غيرها من الأجزاء. وفي القلب لو صار تصلب شرايين ممكن يؤدي إلى جلطة قلب أو أنجينا ذبحة صدرية، راح أدرسكم إياها كلياتها في مادة الباثولوجي، تمام؟ الشغلة الثانية إني أنا أقلل الترايجليسرايد. طب أنا إذا قللت الترايجليسرايد شو بقلل؟ بقلل الريسك فور بنكرياتيتس، الالتهاب اللي بيصير في داخل البنكرياس، هنتعلمه بالجي آي، بنسميه بنكرياتيتس، واحدة من الريسك فاكتور لإنه يكون الترايجليسرايد أو الدهنيات الثلاثية مرتفعة عندي في الدم. طيب ممتاز كثير. بعد ما فهمنا هدول وقبل ما نحكي عن الجول اوف تريتمنت، بدي احكي لكم انا كيف بتعامل مع المريض. اجاني مريض انا شاك عنده ارتفاع للدهنيات، او انا بدي ادور على ارتفاع للدهنيات، بطلب له فحص اللي هو ال دي ال وال اتش دي ال والتوتال كوليسترول الثلاثه اللي حكينا عنهم والترايجليسرايد. بعدين باجي بحكي له، طبعا بصوم له 12 ساعه زي ما عرفنا، وبعمل فحص الدم وببلش اقرا الارقام، وكمان باخذ منه سيره مرضيه بدور على ميجر ريسك فاكتور لايش؟ للهايبر ليبيديميا. هذول الميجر ريسك فاكتور شو الفكرة فيهم؟ هم ريسك فاكتور وجودهم مع ارتفاع الدهنيات بالدم. اسمع شو بدي احكي: وجودهم مع ارتفاع الدهنيات في الدم بتزيد مضاعفات الهايبر ليبيديميا، بتزيد فرصة احتمالية حدوث الاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. فلازم اسأل عنهم وادور عليهم، عشان وجودهم
مع ارتفاع الدهنيات هذا بحكي لي حط ال LDL تمام على ليفل أقل، كل ما قللتها كل ما كانت أحسن. عدم وجودهم بس عندي ارتفاع للدهنيات بصير الرقم اللي أنا بدي أوصله من ال LDL لو كان أعلى شوي من غيرهم برضو عادي. وبالتالي مهم جدا هذول العوامل ندور عليهم. هذول العوامل قد يكونوا positive risk factor أو negative risk factor. شو معنى positive؟ يعني عوامل من هون بلس هايبرليبيديميا يساوي أثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. طيب إيش معنى negative؟ negative يعني عامل منهم مع هايبرليبيديميا لا، هذا يوفر حماية من حدوث الأثيروسكلوتيك، عشان هيك بنعتبره بروتكتيف فاكتور. خلينا نبلش أول إشي في البوزيتيف. البوزيتيف بيحكي لك الإيج، كلما زاد العمر كلما زادت فرصة حدوث الأثيروسكلوروسيس، خاصة الرجال بعد 45 أكثر أو يساوي 45 والنساء بعد أكثر أو يساوي 55. يعني لو واحد عمره 60 سنة وعنده ال LDL مرتفع بتقول لي هذا يعتبر واحد من البوزيتيف ريسك فاكتور، عمره كبير. طيب الشغلة الثانية لو HDL كوليسترول، والله منطقية أصلا HDL لما يكون عالي هو بوفر عامل حماية، لما يقل معناته هذا بنعتبره بوزيتيف ريسك فاكتور وبزيد الأثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار، يعني تحت ال 40 ميلي جرام بير ديسيليتر. المدخنين، الناس اللي عندها ضغط يعني ضغطها أكثر 140 على 90 أو بتتعالج من الضغط، يعني هو مريض صح ضغطه 130 مثلا على 80 ولكن بأخذ أدوية للضغط، برضو هذا يعتبر بوزيتيف ريسك فاكتور. الناس اللي عندها فاميلي هيستوري اوف بريماتشور كورونري هارت ديزيز، شو معنى فاميلي هيستوري اوف بريماتشور كورونري هارت ديزيز؟ يعني صابت امه او ابوه او اخوانه او اخواته جلطات قلبيه او ذبحات صدريه على اعمار معينه. اذا كنا بنحكي عن شق امه وابوه، يعني خلينا نحكي عن شق ابوه والذكور اخوانه اللي هم الفيرست ديجري ريليتيف من الذكور، اذا صابتهم السي اتش دي الكورونري هارت ديزيز على عمر تحت ال 55 هذا يعتبر المريض عنده ايش؟ بريماتشور هيستوري فاميلي هيستوري اوف سي اتش دي. طيب اذا كان في شق الاناث لازم يكون تحت ال 65. وعشان تفهموها، لو واحد اجيت حكيت لك امه صابتها جلطه وعمرها 80 بتقول لي اوكي امه يعني من الفيرست ديجري ريليتيف صح؟ طيب عمرها كم؟ 80 هو لازم يكون عمرها تحت ال 65 عشان انا اعتبرها هاي ريسك فاكتور اللي هو البريماتور سي اتش دي من الفاميلي هيستوري، معناته هي ما بتزبط. طب لو قلت لك اخته على عمر ال 50 بتقول لي اخته ما هي تحت ال 65 خلاص هذا يعتبر عنده واحد بوزيتيف ريسك فاكتور. طب لو قلت لك ابوه على عمر ال 90 ابوه على عمر ال 90 صابته جلطه، لا الزلمه لازم يكون تحت ال 55. طيب اخوه على عمر ال 40 بنعتبره بوزيتيف. وبالتالي هاي فكره اللي هو شو الفاميلي هيستوري اوف بريماتشور سي اتش دي، اي وحده فيهم بجمع انا كم بوزيتيف ريسك فاكتور عند هذا الشخص. تمام. طيب شو النيجاتيف او البروتكتيف؟ انه يكون ال اتش دي ال هاي يعني اكثر من 60. اذا كان ال اتش دي ال اكثر من 60 هذا بنعتبره شو نيجاتيف ريسك فاكتور. طيب كيف بجمعهم انا البوزيتيف والنيجاتيف؟ اعطيك مثال بس لكل الفهم. لو اجاني شخص مثلا ميل، هذا الميل عمره 50 سنة وبيدخن سموكر تمام، وأبوه مثلا صابته جلطة قلب على عمر 40 سنة الأب، خلينا نعد كم ريسك فاكتور عنده. أول شيء بناء على العمر، كونه ميل وعمره 50 سنة هاي أخذ نقطة. طيب مدخن والله سيجارة سموكينج عليها نقطة. الشغلة الثالثة أبوه صابته جلطة على عمر 40 الأب لأنه من الذكور لازم تحت ال 55 هاي ثلاث نقاط، صار عنده ثلاث نقاط، بقية الأشياء ما عنده نقاط فيها. طيب ممتاز كثير، إجيت بدي أفحص له الدم ولقيت ال HDL عنده 70، بتقول لي ال HDL عنده 70، أنا ال HDL إذا كان تحت ال 40 بعتبره نقطة، بس إذا كان أكثر من 60 بعتبره بروتكتيف بعتبره نيجاتيف. طيب إيش يعني هاي كيف أحسبها؟ بقول لك هاي النيجاتيف بتنقص واحد من الأرقام اللي عندك. أنت كم رقم البوزيتيف عنده؟ ثلاثة، وعنده اللي هو النيجاتيف اللي هو ال HDL كانت عالية، إذا بصف عنده زي كأنه عنده اثنين بوزيتيف ريسك فاكتور. فهي فكرة اللي هو النيجاتيف. طيب عرفنا هذول الريسك فاكتور، بعد ما نعرفهم بحطهم على جنب وبروح على موقع بحسب لي الكارديوفاسكولار ريسك اسسمنت، عمليته منظمة القلب الأمريكية أو جمعية القلب الأمريكية اللي هي الـ AHA American Heart Association. عملت هاي الكالكوليتر بتحسب لك قديش احتمالية حدوث الأثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز خلال العشر سنوات القادمة، بتدخل عليها عمره والجندر تبعه ميل ولا فيميل، وبتدخل عليها اللي هو القراءات تبعته الدهنيات واذا عنده سكري واذا عنده ضغط، وبعدين بتحسب لك حسبة بناء على دراسات وارقام بتطلع لك النسبة، بتطلع لك الريزلت النسبة المتوقع لحدوث الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز خلال العشر سنوات القادمة. هاي النسبة قد تكون رقم اقل من 10% وهي بنعتبر البيشنت لو ريسك انه يصير عنده كارديوفاسكولار ايفنت، او بتكون من 10 الى 20% وهذا بكون البيشنت عنده مودريت ريسك لكارديوفاسكولار ايفنت، او اكثر من 20% وهي تعتبر هاي ريسك لكارديوفاسكولار ايفنت. ما بهمني الكالكوليشن، بهمني اكثر تعرفوا لي النسب. طيب بعدين انا باجي على هذول الثنتين وبجمعهم مع بعض، يعني بشوف مثلا شخص عنده
ما عنده ريسك فاكتور او عنده ريسك فاكتور واحد، شخص عنده اكثر او يساوي 2 ريسك فاكتور. اذا انا بصير اجمع هاي مع النسبه اللي طلعت. بحكي لك لقوا بالدراسات انه غالبا الاشخاص اللي عندهم تحت ال 10% اللي هو الريسك، لما حسبت له اياه بالكالكوليشن هو واحد من اثنين، يعني واحد من 2 بيشنت من ناحيه الريسك فاكتور. اما بيكون ما عنده ريسك فاكتور او عنده ريسك فاكتور واحد، او ممكن يكون عنده اكثر او يساوي 2 ريسك فاكتور. طيب ممتاز كثير. طيب الناس اللي من 10 ل 20، الناس اللي من 10 ل 20 بحكي لك الناس اللي من 10 ل 20 فقط هذول جماعه اللي عندهم اكثر من او يساوي 2 ريسك فاكتور. يعني مستحيل يكون واحد ما عنده ريسك فاكتور او عنده ريسك فاكتور واحد فقط وتطلع النسبه تبعته من 10 الى 20. وبالتالي هاي معلومه مهمه لنا، معلومه مهمه لنا. وجود الريسك فاكتور لا يعني نسبة عالية، قد تكون النسبة أقل من 10 أو من 10 إلى 20 أو حتى أكثر من 20. عدم وجود الريسك فاكتور أو وجود واحد منها 100% هدول البيشنت بكون عندهم اللي هو الريسك عندهم أقل من 10% كبيرسنتج. طيب هاي المعلومة بشو بتفيدني؟ هاي المعلومة بتفيدني أحدد كيف طريقة العلاج، تمام؟ كيف طريقة العلاج الآن دعمت وشو الجول تبع الـ LDL، يعني كم رقم الـ LDL اللي بدك إياه يكون بالدم. بقول لك هون انه اذا كان الشخص عنده من 0 الى 1 ريسك فاكتور، ولاحظوا مش حاطط هون النسبه، ليش؟ لانك لحالك صرت فاهم هذول دائما تحت ال 10%. طيب هذول ال دي ال جول، الهدف تبع ال دي ال انا بدي اياه يكون اقل من 160 ملي جرام بير ديسيليتر. انا هيك الرقم، يعني لو كان 140 150 خلص انا بعتبر هذا الشخص وصل الجول اللي بدي اياه منه. طيب بحكي لك ال دي ال ليفل اللي بتبلش عليه النون فارماكولوجيكال تريتمنت، تخفف وزن، امنع دخان، اركض، العب رياضه، كل هذا الحكي متى؟ بعد ال 160 اذا كان اكثر او يساوي 160. طيب متى ابلش الدواء؟ بقول لك بتبلش الدواء اذا كان اكثر او يساوي 190، يعني 190 191 200 هذول ما بكفيني اقول لهم العبوا رياضه ووقفوا دخان ونزلوا وزن وما تاكلوش دهنيات، تمام؟ لا، انا لازم كمان اعطيهم ادويه، اعطيهم ادويه تنزل اللي هو ال دي ال زي الستاتين وغيرها من الادويه. اذا الشيء اللي بدنا نعرفه اذا كان الشخص عنده من 0 ل 1 ريسك فاكتور، الجول تحت ال 160، متى ببلش علاج نون فارماكولوجيكال اكثر او يساوي 160، متى بعالجه نون فارماكولوجيكال ودراج بعد ال 190 اكثر او يساوي 190. طيب لو كان شخص عنده 2 اور مور ريسك فاكتور، بتقول لي هون حسب، ممكن يكون عنده النسبه تحت ال 10% لما نحسبها بالسكور، او من 10 الى 20. بقول لك والله مبدع، للاثنين الجول تحت ال 130، يعني الاثنين انا اللي بحبه عندهم انه يكون عندهم ايش؟ تحت ال 130 الجول ثابت. للاثنين بحب يكون الجول عندهم تحت ال 130، وللاثنين ببلش علاج النون فارماكولوجيكال على اكثر او يساوي 130. طيب وشوفوا كيف، ليش الرقم قل؟ لانه زاد عندهم الريسك فاكتور وزادت النسبه، عشان هيك الرقم اللي انا بدي اياه كتارجت من ال دي ال اقل، وببلش العلاج على رقم اقل. اذا اكثر او يساوي 130 ببلش نون فارماكولوجيكال تريتمنت. طيب متى اعطيهم ادويه؟ هون الاختلاف. اذا كانت عنده اكثر او يساوي 2 ريسك فاكتور مع النسبه اقل من 10% ببلش العلاج بعد ال 160، ببلش العلاج على ال 160، اكثر او يساوي 160 ببلش علاج، علاج دوائي مع نون فارماكولوجيكال تريتمنت. طب اذا كان عنده اكثر او يساوي 2 ريسك فاكتور وكان عنده النسبه من 10 ل 20 اعلى من اللي قبل، لا هون ببلش العلاج مباشره على ال 130، اكثر او يساوي 130. طيب ممتاز كثير. ولنفرض دكتور رحنا حسبنا النسبة عند الشخص طلعت أكثر من 20، بغض النظر عن عدد الريسك فاكتور، بما أنه النسبة أكثر من 20 الجول تحت ال 100، ببلش علاج النون فارماكولوجيكال على أكثر أو يساوي 100، وعلاج الأدوية زيها زي اللي كانت تحت اللي هو من 10 ل 20 وعنده أكثر ويساوي 2 ريسك فاكتور، ببلش العلاج على أكثر أو يساوي 130 بالأدوية. إذا هون نون فارماكولوجيكال، هون بكون نون فارماكولوجيكال مع الدواء. وهيك بنكون إحنا عرفنا متى نبلش علاج ومتى ما نبلش علاج ونعطي نون فارماكولوجيكال تريتمنت، وكيف كل شخص بنتعامل معاه بحياتنا في الكلينيكال. بضل في معلومة نحكيها سريعا، إذا جربت أعمل للشخص لايف ستايل، يعني أنا هون مثلا واحد عنده ما عنده ريسك فاكتور كان عنده الرقم 170، اخترت النون فارماكولوجيكال تريتمنت، بلش مع هيك الدهون مش راضيه تنزل والرقم لساته عالي، شو الحل؟ ممكن اعطيه دواء. يعني احد طرق اعطاء الدواء في حال الفيلير زي ما حكينا في الفيديو الاول، وفي نون فارماكولوجيكال تريتمنت. طيب شو من الادويه اللي ممكن نعطيهم زي ما حكينا؟ الستاتين، يلا ذكروني وين بيشتغل. ها دكتور هذا اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر، وانت قلت لي كمان بيعمل انهبيشن للفي ال دي ال، وهذا بيشتغل جوا الكبد، وهي المعلومه حتفيدني كمان شوي.
النياسين يا دكتور الفيتامين بي 3 هذا قلت لي بيشتغل على شغلتين، بيعمل انهبيشن للفي ال دي ال وبيعمل انهبيشن لعمليات اللايبولايسيس زي ما شرحنا في الفيديو الاول. الفايبريت الفينوفايبريت والجيم فيبروزول قلنا هذول وين بيشتغلوا؟ هذول بيزودوا البابار الفا اكسبريشن وبيزودوا الاكسبريشن تبع اللايبوبروتين لايبيز، وبالتالي هذول بيعملوا اكتيفيشن لللايبوبروتين لايبيز اللي بيكسر الكاينومايكرون واللي بيكسر الفي ال دي ال. البايل اسيد سكويستراند قلنا هذول كلياتهم فيهم كلمه كوليس 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 كوليستيرامين كوليستيبول كل زيبيلام، هذول بيرتبطوا بالبايل اسيد وبغيروا شكلها وبينزلوها هي والفري فاتي اسيد والكوليسترول مع الفيسز. طيب عندي كمان الكوليسترول ابزوربشن انهيبيتر، مين اللي بيمنع امتصاص الكوليسترول من الانتستين؟ بالذات الكوليسترول اللي بزت الكوليسترول ايزيتيميب يا دكتور. وكمان حكينا البي سي اس كي 9 انهيبيتر اللي بيمنعه البي سي اس كي اللي هو 9 انزيم اللي بيكسر ال دي ار ريسبتور، هذول المونوكلونال انتي بودي اليريكوماب ايفولوكوماب هذول يا دكتور الادويه. طيب والاوميجا 3 اللي حنحكي عنه في اخر الفيديو. هذا الجدول مهم جدا حنرجع له بالريفيجن وحنرجع له كمان شوي بالشرح، مهم ونعرف كيف الاسئله ممكن تيجي. الان جدولين فقط صفحتين حتختصر كل شيء مطلوب منك في الادويه مع التركيز على المهم. خلينا نلش مع بعض. طبعا اول شيء الهايبوليبيديميك ايجنت اول واحد فيهم واهم واحد فيهم الستاتين. يلا اول شيء عشان نسهل الحفظ، الستاتين الادويه تبعتهم كيف بتنتهي؟ فاستاتين. اي شيء اخره فاستاتين يعتبر ستاتين. زي مين؟ زي الاتورفاستاتين، روزوفاستاتين، سيمفاستاتين، لوفاستاتين، فلوفاستاتين. اي شيء في الامتحان اخريته فاستاتين اعرف انه من الستاتين. واهم اثنين تحفظ لي اياهم هم الاتورفا والروزوفا، كثير موجودين عندنا بالصيدليات وبنستخدمهم بالمستشفيات، اتورفاستاتين والروزوفا، والاقل اهميه منهم اللي هو السيمفاستاتين. طيب ممتاز كثير. هذول الاتورفا والروزوفا ليش هم اكثر شيء استخدام بالصيدليات؟ قلت لك تعون الفارما شاطرين، لانه عندهم ميزتين عن غيرهم من الستاتين، عشان هيك بستخدمهم. واحد، انت شو بهمك بكل دواء يكون قوي ينزل مثلا ال دي ال كثير؟ هذول بوتنت درج، الاتورفاستاتين والروزوفاستاتين الاثنين بوتنت درج. الشغلة الثانية بهمني يكون الهالف لايف تبعهم في البلازما، يعني عمر النصف تبعهم وبقائهم بالبلازما طويل، عشان ما اعطيهم 100 مرة، بعطيهم مرة باليوم وخلص. وبالتالي هذول الاثنين الاتورفا والروزوفا، الاتورفا التول والرزوفة، تمام؟ الرزوفة اللي بيظلوا مترسب، هذول بوتنت وهذول إلهم الهالف لايف تبعتهم طويلة، عشان هيك أنا بحب أستخدمهم. طيب كيف بيشتغلوا كل الستاتين؟ قلنا هذول بيشتغلوا على اتش ام جي كو اي ريدكتيز بشكل أساسي، يعني ما يميزهم أنهم اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر، وقلنا بيعملوا انهبيشن للفي ال دي ال، وهسا حنراجع أنا وياكم الميكانيزم أوف أكشن تبعتهم. خلينا نيجي نفهم الميكانيزم أوف أكشن سريعا. بقول لي هذول بيعملوا انهبيشن لل 3 هيدروكسي 3 ميثيل جلوتاريل كو انزيم اللي هو ايش؟ اي ما بهمني تحفظوا لي هيدروكسي ومثيل ميثيل وجلوتاريل، أنا اللي بهمني تعرفوا لي اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر. طيب ممتاز. لما يقل هذا عن شو مسؤول؟ هذا مسؤول عن الدينوفو كوليسترول سينثيسز، وبالتالي راح يصير في عندي ديبليشن اوف انترا سيلولار كوليسترول. طيب انا قللت الكوليسترول اللي موجود جوا الكبد، طب انا كيف بقلل ال دي ال والكوليسترول اللي موجود بالدم؟ انت ما قلت لي هاي. طلعوا كيف الفكره حلوه جدا، وهي قاعده موجوده بالفارما. اي شيء بقل في مكان معين الجسم بحاول يعوضه، بحاول يزيد الكوليسترول. طب كيف بده يزيد الكوليسترول؟ قلنا كوليسترول الكبد له اربع طرق. شوف كل كلمه كنت احكيها قبل قلت لك والله غير تصير فهم الفارما، كل كلمه حكيتها مهمه معك. اربع طرق اجيب الكوليسترول. اول طريقه من الاكل، اكل ما في، ما هو مريض عنده دهنيات، انا عامل له حميه وفيش عنده اكل كثير فيه دهنيات، هاي واحد. الطريقه الثانيه انه يصنعوا دينوفو من جوا، وانا عامل انهبيشن للاتش ام جي كويري دكتيز الريت ليميتنج انزيم، ما في كوليسترول من جوا، الكوليسترول قليل. طب كيف بده يعوضه؟ ببلش بده يجيب كوليسترول من الاتش دي ال اللي بيكنس له الكوليسترول من التشو، وهذا اصلا الاتش دي ال موجود بالسيركوليشن، فهو بيروح بيرفع نسبه الاتش دي ال عشان يسحب له الكوليسترول اللي بالسيركوليشن ويرجع لي اياه على الكبد، عشان يعوض نقص الكوليسترول اللي بالكبد المكان اللي بستخدمه انا بالتصنيع الكوليسترول. الشغله الثانيه بروح على ال دي ار ريسبتور، بقول لهم يا ال دي ار ريسبتور، بقولوا له نعم، ابشر سم طال عمرك، زيدوا عدد الريسبتورات عندكم. ليش؟ انا بدي ال دي ال اكثر يدخل عندي، بدي كوليسترول اكثر، انا ناقص عندي الكوليسترول. وهاي الشيء مهم جدا، دائما اي شيء بينقص الجسم بيزود الريسبتورات عشان يسحب اللي هو الكوليسترول او الماده اللي انا بدي اياها الى داخل السل، ولما يزيد العكس بالعكس. فهي الشغله مهمه كثير. اذا بنلاحظ انه
الإفكت تبع الاستاتين لما أشوفه أنا في الدم راح يعمل لي كالتالي: واحد راح يقلل لي LDL لأنه زاد LDL ريسبتور وسحب LDL، اثنين هو بده يزيد HDL عشان يسحب له كوليسترول ويدخل لي على الكبد، ثلاثة قلنا هو مش بس بيعمل إنهيبشن للHMG CoA ريدكتيز، لا هو كمان بيعمل إنهيبشن لتكوين VLDL في داخل الكبد. طب VLDL هاي جاي من وين ومن وين؟ هاي جاي من الترايغليسرايد وجاي من اللي هو كوليسترول، وأصلا الكبد كان يمسكها ينزلها جوا الدم وينزلها جوا الدم. طب انا لما انزلها جوا الدم يعني زي كاني زتيت كميه كبيره من الترايغليسرايد جوا الدم مع كوليسترول. طب لما امنع انها تنزل جوا الدم منعت الترايغليسرايد ينزل بالدم، معناته قللت الترايغليسرايد. اذا صرتوا انتم فاهمين ليش الكوليسترول مينلي بقلل LDL، اكثر واحد بقلله ايش LDL لانه بزود LDL ريسبتور وبزيد HDL. عرفنا ليش بزيد HDL، وكمان يا دكاتره بقلل الترايغليسرايد عن طريق تقليل VLDL. طب لو سئلت في الامتحان مين المين افكت؟ LDL. هذا من اكثر الاشياء اللي بتنزل LDL، من اكثرها او ثاني اكثر واحد نسبه تنزيل LDL في 60%، 60% بنزل لي LDL اللي هو السيركوليشن. عشان هيك لو سئلت شو استخدام الستاتين هو الفيرست لاين تريتمنت، يعني اول دواء لو اجتني كيس واحد عنده LDL مرتفع بدي استخدمه بناء على الاشياء اللي حكيناها فوق والتارجت والجول، اول دواء بفكر فيه الستاتين تو لور LDL اللي هو طبعا كوليسترول. واكيد كونه بقلل LDL معناته احنا شو بنتوقع يعمل لي؟ يعمل لي حمايه من الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. واكتب عندك معلومه لحياتك لقدام، انسألناها في الباطنة في المستشفى كثير. شو هي المعلومة؟ فعليا الستاتين لقوا بالدراسات مش بس بقلل هاي الميكانيزم والLDL، لا لا، بيعمل حماية للبلد فيزل انه يصير فيها انجري، بيعمل توسع في البلد فيزل، تخيلوا. وفي بعض الدراسات بتحكي انه ممكن يعمل شوية ميوعة بالدم زي الاسبرين. عشان هيك انا بحب استخدمه للحماية من الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. له ديفرنت ميكانيزم بيشتغل فيها مختلفة عن الاذر ليبيد لورنج ايجنت، عشان هيك هو يعتبر رقم واحد في تقليل LDL بالنسبة لإلي لما يجيني المريض، اثنين لأنه بيعمل لي حماية من الأثيروسكلورتيك كارديوفاسكولار إيفنت، وهاي علامة فارقة عندي الستاتين. عشان هيك أول إشي بفكر فيه لما يكون عندي الهايبر ليبيديميا والLDL مرتفع إني أستخدم الستاتين. متى يعطى؟ هاي معلومة جبت لكم إياها بس من الكلينيكال، كونوا عارفينها إنه يعطى بالليل. ليش؟ لأنه معظم تصنيع الكوليسترول ذاتيا في داخل الكبد بيصير بالليل، ومرات من أعراضه إنه بيعمل مايوباثي يعني اعتلال بالعضلات وتحلل بالعضلات الهيكلية، رابدومايولايسيز الجياء ألم بالعضلات. عشان هيك لو أعطيته والمريض نايم بتكون عنده الأمور أخف والأعراض عنده أخف. هذول هم السببين، خاصة اللي هو السيمفاستاتين اللي نعتبره ناتشرال فورم. طب بتقول لي دكتور لهسه كل الأمور تمام، ضايل علي تحفظني الادفيرس افكت وتيجي تحكي لي شو الكونترا انديكيشن لإله وكيف بيطلع من الجسم؟ كلمة واحدة بتحل لك كل المشكلة. شوفوا اكتبوها عندكم قاعدة، أي دواء الدكتور محمود بيحكي لك هذا الدواء لايبوفيليك، لايبوفيليك يعني دهني، يعني يعني بحب يذوب بالدهنيات ويدخل الى داخل الانسجة والتشو، تمام، بدي اياك تعرف عنه اول شيء انه اكيد حيأثر على الكبد. هاي واحد، اصلا هو بيشتغل جوا الكبد ودهني لازم يكون عشان يدخل للكبد، واي دواء دهني اصلا بيأثر على الكبد. وغالبا اللايبوفيليك درج ما بنعطيهم للنسوان الحوامل، ليش؟ لانه المشيمة هي اصلا تتكون من دهنيات وفات وليبيدز، وبالتالي اذا دخل من خلالها بيقدر يوصل للجنين. وكمان ما بنعطيه للنساء المرضعات لانه برضو البريستيشو اغلبه فات وليبيد، وبالتالي بحب يروح يعشش ويترسب في الفات اللي موجود في البريست ويطلع للطفل في حالات الرضاعة. وبالتالي اي دواء بقول لك لايبوفيليك اعرف انه راح يأثر على الكبد، وانه غالبا يكسر في داخل الكبد عن طريق انزيمات الكبد، وهذا بخليه يتعرض يعني زي السيتوكروم بي 450 وغيرها بخليه يعمل لي دراج دراج انتراكشن. اثنين ممنوع ينعطوا غالبا للنساء الحامل او النساء المرضعات. طيب ثلاثة اي دواء دهني زيه موجود بالدم حيتفاعل معه. يعني شو يعني دواء دهني؟ حنعرف انه الادوية الدهنية لما انت تعطيها للمريض حبوب او ابر او غيره ما بتذوب في البلازما، بتروح بترتبط بالبروتينات اللي موجودة بالدم. طيب اذا ارتبطت بالبروتينات اللي موجودة بالدم وجبت دواء دهني ثاني معها ينافسها، فبصير واحد يرتبط على مثلا البروتين هذا وواحد يرتبط على البروتين اللي بعديه وهكذا، وهي بنسميها displacement effect. نفهمها مع بعض عشان نفهم منها كل شيء. تخيل عندي هون انا البلد فيزل، هاي البلد انا معطي المريض ورفارين، الورفارين يعتبر من اللايبوفيليك دراج، يلا صرتوا عارفين، بنعطى للحوامل؟ لا. بنعطى للنسوان اللي هم حالات الرضاعه؟ لا يا دكتور. طب هذا بيأثر على الكبد؟ اه ممكن يأثر على الكبد. طب الورفارين في الدم بكون ذايب بالبلازما؟ لا يا دكتور، بذوب ما بذوب بالبلازما، بيرتبط على البروتينات، بكون هذا الورفارين محمول على البروتين هون زي الالبيومين واي بروتينات البلازما، بروتين الموجود الكاريير.
اجيت انا رحت اعطيت المريض نفسه اللي باخذ ورفرين، تيست معي الامور، اعطيته واحد استاتين. طب انا لما اجيت اعطيته استاتين شو بصير؟ بيجي هذا الاستاتين لانه لايبوفيليك دراج، بيمشي بالدم، بلاقي البروتينات هاي عليها ورفرين، بقول له يا ورفرين وانت بدك تضلك قاعد لحالك، بيمسك الورفرين وبزت لي اياه، زدت الورفرين، نزل الورفرين، ومين ركب بداله؟ الاستاتين. زادت نسبة الورفرين اللي موجود بالدم فري. طب الورفرين لما يكون زاد بالدم معناته صار عندي توكسيسيتي من الورفرين، والورفرين هو دواء انتي كويجلانت زي ما تعلمنا بسيستم الاتش ال اس، معناته بيعمل لي بليدنج. عشان هيك استاتين وورفرين بزيد الريسك فور بليدنج، وهي تنطبق على اي لايبوفيليك دراج. اذا صرنا فاهمين الموضوع كلياته كامل يا دكتور. طب انت قلت لي اللايبوفيليك دراج تتكسر في الكبد عن طريق انزيمات الكبد، طب الكبد وين بروح فيها؟ مين لأي شيء بتكسر بالكبد بنزلوا الكبد جوا البايل أسيد والسولت على الفيسز وبطردوا خارج الجسم. طيب وبربط عليه مواد أخرى، ذوبوا شوي بالماء وبيطلعوا للدم وبيطلع جزء بسيط منه بالكلية، وبالتالي اللايبوفيليك درج المكان الميتابوليزم الأساسي لإلهم جوا الكبد وبيطلع بالفيسز على شكل بايل أسيد وسولت، تمام؟ بالمقابل جزء بسيط منهم بيطلع في الدم وبروح بيطرحه عن طريق اللي هو شو؟ الكلية، عن طريق اللي هو ايش؟ بيركب عليهم مواد تذوبهم، تمام؟ وبيطلعهم للسيركوليشن. شوفوا كل الكلمات اللي انا حكيتهم بالفهم، خلص كل موضوع الاستاتين. نراجعهم، قلنا اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر، وكمان بيعمل انهبيشن لايش حكينا؟ للفي ال دي ال، عشان هيك عرفنا الافكت تبعتها. طيب بحكي لي شو بيركز اكثر شيء؟ اكثر شيء ال دي ال، وهي معلومه مهمه جدا للامتحان، بقلل الترايجليسرايد وبزيد اتش دي ال. طيب وين بيصير له ميتابوليزم؟ بالليفر، عن طريق مين؟ سايتوكروم بي 450، وبالتالي اي دواء بياثر على سايتوكروم بي 450 ممكن ياثر على الاستاتين ليفل. كيف بيصير له اكسكريشن؟ لانه لايبوفيليك ما بحب يطلع الدم ويروح الكلي وينزل بالبول، اغلبه بينزل بالبايل وبالفيسز. طيب بيطلع جزء بسيط منه على اليورين، اما اغلبه بيكون بالبايل وبالفيسز. ليش له دراج دراج انتراكشن؟ لانه لايبوفيليك دراج بيطرح الورفرين وبزيد الريسك فور بليدنج يا دكاتره. طيب ايش الاعراض اللي بنتوقعها عنده؟ حكينا راح ياثر على الكبد وبالتالي بيرفع الانزيمات تبعت الكبد، بزيد الليفر انزيم وباثر كمان على التيشو الاخرى زي العضلات، فبيعمل لي مايوباثي وربدومايلاسيس، عشان هيك حكينا بنعطيه بالليل. متى كونترا انديكيشن؟ في البريجنانسي واللاكتيشن يا دكتور، اي واحد عنده اكتيف ليفر ديزيز، لانه وين بتكسر؟ جوا الكبد. شفتوا كيف بالفهم صرنا مخلصين كل معلومات الاستاتين. طب هذول الاعراض اللي انت حاطط لي اياهم بياثر على الهيباتيك والمايوباثي والجي اي ابسيت والكاتراكت ورينال ديسفانكشن، طب ليش حاطط لي اياهم كلياتهم؟ شوفوا حاطط لكم اياهم لسببين، هم مش مطلوبين منا اكسترا، بفيدوك في حياتك لقدام. اللي بيهمني تعرف لي انه برضه بيعمل جي اي ابسيت ونوزيا وفوميتنج، وهي تعتبر الموست كومون ادفيرس افكت، لانها عليها سؤال. الموست كومون ادفيرس افكت في كل الانتي هايبر ليبيديميك ايجنت هي الجي اي ديستربنس، النوزيا والفوميتنج واعراض الجي اي سيمبتومز، تمام؟ هاي عليها سؤال، فبدي اياكم تكونوا عارفينها، والادرس هذول لكم تاخذوهم للقراءه. طيب نيجي للدواء اللي بعديه اللي هو النياسين او الفيتامين بي 3 او اسمه الثالث نيكوتينيك اسيد. هذا حكينا عنه انه بيعمل انهبيشن للفي ال دي ال زي ما حكينا واللايبوليسز. بتقول لي ثواني، الفي ال دي ال فيها ترايجليسرايد كثير وفيها شويه كوليسترول، واللايبوليسز هي كانت تطلع الفري فاتي اسيد جوا السيركيليشن، يعني قصدك يا دكتور انه النياسين او الفيتامين بي 3 او النيكوتينيك اسيد بقلل بدرجه اساسيه للترايجليسرايد؟ بقول لك نعم، احسنت، انت طالب ذكي وشاطر وعارف كل كلمه، بس بما انه كمان بقلل الفي ال دي ال معناته ممكن يقلل الكوليسترول، تمام؟ طيب كويس يا دكتور، هو بقلل هيك وبحكي لك في له افكت كثير رائع. هذا الافكت يعني مش كثير واضح سببه، يعتبر اكثر دواء فيهم بزيد الكناس، وبالتالي كيف نحفظها؟ النياس اللي هو النياسين بزيد الكناس. مين الكناس اللي حكينا عنه بالفيديو الاول؟ ال HDL. اكثر ايجنت بزيد ال HDL هو النياسين، هو النياسين. فاللي هو النياس بزيد الكناس، نياس بزيد الكناس، وبالتالي احنا صرنا عارفين يا دكتور انه بقلل ال LDL بكمية بسيطة نوعا ما، لأنه لما يقل الترايجليسرايد والكوليسترول فبزود الريسبتورات شوي فبيسحب شوية ال دي ال. أهم افكت لإله إنه بقلل الترايجليسرايد، والأهم منها وهي مميزة لإله أصلا عن الكل إنه أكثر واحد فيهم بزيد ال اتش دي ال، وبالتالي ممكن سؤال بالامتحان. الموست افكتيف ايجنت اوف انتي هايبر ليبيديميك دراج ان انكريزنج اوف اتش دي ال از مباشرة النياس بزيد الكناس، أكثر واحد هو بزيد ال اتش دي ال. طيب النياسين شو بدنا نعرف عنه عشان نفهم، تمام؟ اللي هو ايش؟ الاعراض الجانبيه والاستخدام. الاستخدام تبعه كونه بقلل الترايجليسرايد وبقلل الكوليسترول، اذا بنستخدمه احنا في الفاميليا الهايبرليبيديميا، وقلنا الادويه تستخدم في علاج في الفيديو الاول فاميليا الهايبرليبيديميا.
ونستخدمه اذا كان عندي سيفير هايبر كوليستروليميا، لانه كمان بقلل الكوليسترول وبيرفع ال HDL. اسمعوا الكلمه، كل الادويه في موضوع الهايبر كوليستروليميا وال LDL لعيال على الاستاتين، يعني ممنوع اعطي اي دواء فيهم لحاله بدون استاتين. انت بدك تقلل ال LDL، اوكي اعطيت استاتين ما زبط، بتضيف فوقيه اي دواء ثاني، نياسين او اي دواء ثاني حنحكي عنهم كمان شوي. ولكن اعرفوها دائما الكومبينيشن اللي موجود عندك مستحيل ما يكون فيها استاتين. اصلا اول دواء انا بجربه الاستاتين، وبالتالي كل الادويه بال LDL lowering عيال على الاستاتين، مش بس لانه بقلل 60% ولانه رخيص، ولانه كمان يا دكاتره له حمايه وبيحميني من الاثيروسكلورتيك كارديوفاسكولار ايفنتس بناء على الميكانيزمات اللي حكينا عنها قبل شوي. عشان هيك انا اذا بدي اعطيهم كومبينيشن بعطي نياسين مثلا مع لوفاستاتين او نياسين مع سيمفاستاتين، اذا بربط وانا مع سيمفاستاتين. طيب رايل علي تحكي لي كونترا انديكيشن والادفيرس افكت، وانت وعدت لي تفهمني. بقول لك بسيطه، اول شيء هذا النياسين الفيتامين بي 3 له شغلتين اساسيات. الاولى هو دواء لايبوفيليك. ايش يعني لايبو؟ يلا بتفاعل دراج دراج انتراكشن، يس بدخل على الكبد، وبتكسر من جوا الكبد، وكونترا انديكيشن في الناس اللي عندهم ليفر ديزيز، والله كونترا انديكيشن في الناس اللي عندهم ليفر ديزيز، وبيرفع لك كمان بيرفع لك انزيمات الكبد وبيعمل هيباتوتوكسيستي وكيميكال هيباتايتس، صح اقل من الاستاتين ولكن بيعمل هذا الشيء. اذا هي عرفنا اول شغلتين منه. الشغله الثانيه المهمه انه الفيتامين بي 3 بشكل طبيعي لو دورت هيك عملت سيرش على الوظيفه تبعته، هو بيعمل فيزو دايليشن. كيف بيعمل توسع بالشرايين؟ بيوسع الشرايين عن طريق افرازه للبروستك لاندين والهيستامين اللي هم الميدياتر. هذول لما يفرزهم بيعملوا فيزو دايليشن، وبالتالي بيصير في عندي إريديما في السكن وهوتنس وممكن حتى بروريتس حكي بسبب وجود الهيستامين. اذا هو الدواء المميز فيهم، وهي مهمه، اللي بيعمل لي انتنس كوتينيوس فلاش حمار تمام وزياده بالدم طبعا وورمث وبروريتس، هاي الاعراض. طب شو سببها؟ بسبب زياده البروستاجلاندين والهيستامين. الهيستامين الهيستامين وين كمان له استخدام ثاني غير انه بيعمل فيزو دايليشن وبيطلع في حالات التحسس؟ بقول لك لو انت رحت على المعده، المعده هاي فيها سل اسمهم بريتال سل بتطلع ال HCL. مين بحفز تطليع ال HCL؟ راح تتعلموها بالجي اي، الهيستامين. الهيستامين بيروح على البريتال سل بخليها تزيد حموضه المعده. طب لما يزيد الحمض بالمعده شو بصير؟ في جدار المعده ممكن يتاكل، وبالتالي هذول البيشنت بصيروا يشتكوا من اعراض على مستوى المعده، نوزيا وابدومينال بين. وكمان ممنوع ينعطى للناس اللي عندهم تاكل بجدار المعده، اللي عندهم بيبتيك السر، اللي عندهم تقرحات اكتف بيبتيك السر. اذا صرنا عارفين بسبب الهيستامين والبروستاجلاندين صار عندي انتنس كوتينيوس فلاش وورمث برايتس، عندي نوزيا وابدومينال بين، واصلا كنت انديكيتد في الاكتف بيبتيك ألسر ديزيز. طيب الشغلة الأخيرة اللي بدي إياك تعرفها إنه بيعمل إنهيبيشن لإنزيم اسمه يوريكيز. هذا اليوريكيز شو وظيفته؟ يكسر اليوريك أسيد. يعني قصدك إذا ما اليوريكيز اشتغل اليوريك أسيد بالدم بيرتفع ياس. من الأعراض الجانبية هايبر يوريسيميا، والهايبر يوريسيميا ممكن تسبب لي نقرس اللي هو الجاوت بسبب ترسب اليوريك أسيد فيه اللي هو ما بين البون والمفاصل وبأصبع رجلك الكبير وبأماكن مختلفة في الجسم. إذا صرنا فاهمينه فهم اللي هو إيش النياسين. أهم معلومة له بالامتحان إنه أكثر واحد فيهم بوتنت بيرفع ال HDL، والمين ميكانيزم عن طريق تقليل التريجليسرايد، كمان انه هو كونترا انديكيتد في الاكتيف ليفر ديزيز والبيبتيك السر، مميز له جدا فكره الكوتينيوس فلاش والورمث والبرورايتس والهايبر يوريسيميا. هذول اهم المعلومات اللي موجوده فيه. الان ننتقل على الايجنت رقم 3 اللي هو مين؟ الفايبريت. وقلنا الفينوفايبريت الاسم بدلل عليه، او الجليف الجيمفي اللي ما ببين الجيمفي بروزول يعتبر من الفايبريت. هاي الفايبريت حكينا كيف طريقه عملها، قلنا بتشتغل على الموليكيولار تارجت. تخيلوا يعني هي لازم تكون لايبوفيليك دهنيه حتى تذوب وتدخل الى داخل السل وتخترقها وتوصل لعند اللي هو الموليكيولار اللي هو على الدي ان اي وترتبط فيها، وتشتغل وين؟ على البابار الفا اللي هو البيروكسيزون بروليفريتر اكتيفيتد ريسبتور. عشان هاي البابار الفا تعمل زياده بالاكسبريشن لللايبوبروتين لايبيز اللي راح يروح يمسك الكايلومايكرون يكسرها، شو راح يطلع منها؟ يقلل نسبه الترايجليسرايد. كان يمسك الفي ال دي ال بعد ما تطلع من الكبد يكسرها يطلع منها الفي فاتي اسيد يكسر الترايجليسرايد، وبالتالي المين ميكانيزم تبع الفايبريت انه بيقلل الترايجليسرايد. اذا المين افكت ترايجليسرايد. طب ممكن يزود ال HDL؟ ممكن يقلل ال LDL؟ ممكن، ولكن اهم ميكانيزم له ترايجليسرايد. هو بيشبه كثير فكره النياسين تمام، يعني نفس الافكت تبع النياسين، ولكن المين افكت له عن طريق تقليل الترايجليسرايد، وهي مهمه جدا للامتحان تعرفوا الميكانيزم بيشتغل فيها. طيب دكتور لايش بنستخدمه؟ استخدامه طلعوا هايبر ترايجليسرايديميا، لانه مين اللي بيشتغل على ترايجليسرايد بنستخدمه في الهايبر تريجليسرايديميا. طيب ممتاز كثير. ضايل علي تعرفوا شغله انه هو ايش؟ لايبوفيليك دراج.
يعني نفس الكلام تبع الاستاتين، ولسه أسوأ من النياسين. طيب ايش يعني قصدك في هذا الكلام؟ قصدي باختصار كالتالي، انا بتوقع انه يعمل السايد افكت اللي بيعملها الاستاتين، يعني ياثر على الكبد وياثر على العضلات ويعمل مايوسايتس والتهاب بالعضلات وتحلل بالعضلات. عشان هيك ممنوع ينعطى مع الاستاتين. كل الكومبينيشن اليوم ممكن اربطهم مع بعض، اهم شيء تعرفوا انه ما بينعطوا اثنين مع بعض، الفايبريت ومين والاستاتين، لانه بياثروا على الكبد وبياثروا على العضلات، ممنوع ينعطوا مع بعض. وبالتالي جيمفوبروزوين، الجيمف، الجلف ما حدا بيحبه ولا حدا بيقربه ولا حدا بيلزق فيه، كونترا انديكيتد مع السيمفاستاتين والاذر استاتين. وكمان كونه لايبوفيليك اكيد كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم هيباتيك اند رينال انسفيشنسي، اللي عندهم مشاكل في الكبد ومشاكل في الكلى، تمام، لانه راح يتراكم في الكبد وراح يتراكم في الدم وبالتالي يعمل لي توكسيسيتي. طب ايه له دراج دراج انتراكشن مع الورفرين؟ ما هو عشان هيك هذا الدواء لايبوفيليك لسه اكثر من النياسين، زيه زي الاستاتين. تخيل تعطي اثنين لايبوفيليك، جبت العيد الورفرين كله بالدم وبليدنج، خرب الكبد يا ولد وخرب الكلى هو يا ولد، وتعطي لي الاثنين مع بعض، حلل لي العضلات وعمل لي ارتفاع في انزيمات الكبد. عشان هيك ممنوع ينعطوا مع بعض ابدا، ممنوع ينعطوا مع بعض ابدا. كمان حكينا بيعمل لي جي اي ديستربنس، وكلياتهم قلنا بيعملوا جي اي ديستربنس وهي الموست كومن سايد افكت، تمام. الشغلة الثالثة اللي أول مرة بنحكيها وما راح تسمعوها إلا هون، وللأمانة هي في مكان ثاني ححكيه بس نمر عليه، بس دكتورة ما بدها إياه، إنه بزيد الريسك فور جول ستون فورميشن. ليش بزيد الريسك فور جول ستون فورميشن؟ لأنه بيمنع إفراز البايل أسيد وسولت، فبتركها تضلها بالحويسل الصفراء بتركض وبتصير تترسب فيها المواد وتكون عندي اللي هو إيش؟ حصوات. شو أهم المعلومات عنه؟ والله أهم معلومة عنه الميكانيزم في أكشن، بيشتغل مين على التريجليسرايد، يمنع إعطائه مع الاستاتين زي ما حكينا لأنه بيأثر على الهيباتيك وعلى الرينال وغيرها. هو لايبوفيليك درج وهي بتحل لك كل المشاكل الموجودة هون، وأول واحد فيه منجيب والأخير سيرة الجولستون فورميشن. الآن بدنا نحكي عن مين؟ الآن نحكي عن كاتيجوري رقم 4 اللي هم البايل أسيد سكويسترانت، اللي ببلشوا بكوليست أو كوليست كل زيفيلام أو كوليستيبول أو كوليستايرامين، وقلنا هدول بيرتبطوا بالبايل أسيد وسولت. ليش؟ عن طريق اللي هو الشحنات باين نيجاتيفلي تشارج البايل أسيد وسولت، وبالتالي بزيد الإكسكريشن للبايل أسيد وسولت وبقل البايل أسيد كونسنتريشن، وببلش عندي الكبد شو يعمل لما ينطلق طبعا الكوليسترول والفري فاتي أسيد، ببلش الكبد يعرف إنه أنا في عندي نقص في البايل أسيد وسولت، مش قاعد بترجع الدم وبصير لها إعادة امتصاص، وبالتالي كلها أنا قاعد بخسرها، فبصير يصنع أكثر بايل أسيد وسولت عشان يعوض اللي بروح. طيب لما يصنع اكثر، احنا حكينا من وين تتصنع؟ من الكوليسترول، وبالتالي حيستهلك الكوليسترول وينزل عندي الانتراسيلولار كوليسترول، واكيد حيتبعه نقص في ال دي ال وممكن شويه زياده بال اتش دي ال، وبالتالي راح يزيد الهيباتوسايت كونفرجن للكوليسترول لبايل اسيد وسولت، ديبليشن اوف كوليسترول، زياده للابتيك للكوليسترول، وراح يقل عندي مين؟ ال دي ال. هاي هي المين ميكانيزم في البايل اسيد سكويسترانت، وهي اهم معلومه فيها. وهون بفهمني انه لما ينزل البايل اسيد وسولت طبيعي يرجع الجسم يمتصهم وبعدين يرد يرجع يستخدمهم، يعني جزء كبير منهم بيرجع على الكبد، انا بصنع شويه مع الاشي اللي رجع لي الاغلب برد ارجع استخدمهم كل مره. بس هون شو بصير؟ هون بينزل ولا يعود. طب اذا نزل ولا يعود، طب فيش عوده، معناته بده يضطر يحول كل الكوليسترول باتجاه البايل اسيد اند سولت. الادفيرس افكت انا حطيت لكم اياهم، هم مش موجودين، بيعمل جي اي ابسيت موست كومون زيه زي غيره. طب ليش انت حطيت لي اياهم؟ لانه في سؤال عليهم بليبنج كوت بحكي لي مش انت بدك تاثر على البايل اسيد سولت، يعني راح تمنع امتصاص الدهون. طب ما هو في ادويه اصلا بتذوب بالدهون والجسم بعدين بيمتصها، اي دواء بذوب بالدهون راح ينطرد معاهم، اي فيتامين بذوب الدهون راح ينطرد معاهم، وبالتالي راح ياثر لي على الدرج وعلى الفات سلب الفيتامين. من اشهر الدرج اللي عليها سؤال اللي هو الليفو ثايروكسين اللي هو هرمون الغده الدرقيه. اذا انا اعطيت كوليستايرامين مع ليفو ثايروكسين بنفس الوقت بيلغوا بعض، ايش؟ ببطل في امتصاص للدهون للليفو ثايروكسين وبطرده خارج الجسم. طب شو الحل؟ اني افصل بيناتهم، يا اما اعطي اول شيء الليفو ثايروكسين على معده فاضيه ساعه زمن واعطي بعدين كوليستايرامين، او اذا اعطيت الكوليستايرامين بعطي بعد باربع ساعات او ست ساعات الليفو فلوكساسين. لازم ابعدهم عن بعض، ممنوع اعطيهم مع بعض لانه بطردوا بعض. طيب وشو الفات سولوبل فيتامين اللي هم الاكيد اي وكي ودي واي؟ هذول كلياتهم بقلوا اذا انا اعطيت اللي هو شو؟ كوليستايرامين او كوليستيبول او اي بايل اسيد سكويسترانت. معلومة خمسة أو الكاتيجوري الخامس، الكوليسترول أبزوربشن إنهيبيتر إيزيتيميب اللي بيزيد الكوليسترول، بيعمل إنهيبيشن للأبزوربشن دايتري أند بيليري كوليسترول، وبالتالي راح يقلل الـ LDL كم؟ بنسبة 23%. طب هاي شو مقارنة بالـ LDL اللي بينزل 60% اللي حكيناهم فوق في الستاتين؟ دكتور ولا إشي، هاي مودست إفكت. قلنا أي دواء إذا شفت المريض عنده الـ LDL عالي أول إشي شو ببلش؟ استاتين.
طيب ممتاز، اعطيناه دكتور استاتين، بدي اعزز له بضيف عليه، فكل الادويه عيال على الاستاتين، فلا يستخدم الا ان كومبينيشن عشان يقلل ايش اللي هو الاستاتين في ال دي ال في الناس اللي عندهم هاي اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ايفنت، انكمون انه يسبب لي شو سايد افكت. نيجي للي بعديها، اللي بعديها اللي هم الكاتيجوري 6 اللي هي البروبروتين كونفرتيز سبتيلسين كيكسين تايب 9 انهبيتر، بهمنيش الاسم، بهمني بي سي اس كي 9 انهبيتر اللي هم مونوكلونال انتي بودي اليروكوماب ايفولوكوماب. ايش هم هذول؟ بيعملوا انهبيشن للبي سي اس كي 9، هم عباره عن هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي. شو معنى هيومنايزد؟ يعني صنعت في داخل جسم شخص اخر. طيب ايش ريزلت ان مور ال دي ال ريسبتور بتصير افيلبل وبقل عندي ال دي ال؟ طبعا شو هو البي سي اس كي 9 هذا؟ طيب بحكي لي عباره عن انزيم بكسر ال دي ال ريسبتور، وبالتالي انا منعت تكسير ال دي ال ريسبتور خليت ال دي ال ريسبتور تزيد. اسمعوا الجمله هاي، The most potent drug in lowering LDL is BCSK9 inhibitor. ليش؟ لأنه بزيد الريسبتورات بشكل كثير كبير وبيقلل ال LDL بنسبة من 80 ل 90%. بتقولي طب ممتاز أحسن من الاستاتين، ليش منعطيه؟ إحنا ما منعطيه لثلاث أسباب. الأول بده ينعطى على شكل إبر وبده يظل يروح ويرجع لك المريض ويأخذ الإبر. اثنين غالي جدا، تمام، وإله allergic reaction زي ما حكينا. ثلاث وهي المهمة، ما إله أثر بحماية من الأثيروسكلورتيك كارديوفاسكولار إيفنت، لأنه ما بوسع الشرايين وما بيعمل حماية للشرايين وما بيميع الدم زي الاستاتين، عشان هيك أنا ما بحب أروح عليه. لا، الثلاث أسباب، عشان هيك ما بعتبره أنا الفيرست لاين، بعتبره أديتيف. وأعيد الجملة، كل الأدوية عيال عند الاستاتين في حالة اللورينج أوف ال دي ال، هاي المعلومة خلوها في بالكم. هو بوتنت وأكثر واحد فيهم بوتنت، ولكن أنا ما بستخدمه لأنه عرفنا إيش الاستاتين أحسن منه. إذا يستخدم in combination في حالات الهاي اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز مع الاستاتين، تمام، وبرضه in combination في حالات الفاميليال هايبركوليستروليميا especially type 2A اللي بيكون مرتفع فيها ايش ال LDL بشكل اساسي، بعطيه مع الاستاتين. شو اهم سايد افكت؟ لانه مونوكلونال انتي بودي اليرجي، ودائما المونوكلونال انتي بودي مرات بيزيدوا الريسك فور انفكشن، يعني زي كانهم بيوجهوا المناعه باتجاه شيء ثاني، بيعملوا انفلاميشن في اماكن اخرى وبياثروا على البروتييز انزيم اللي موجود بالرئتين وبزيد الريسك فور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وبرضه هاي مميزه لإله. الان شو ضايل عندنا؟ ضايل عندنا الكاتيجوري الرقم 7 اللي هو الاوميجا 3 فاتي اسيد، زيت السمك. هو عباره عن بولي ان ساتوريتد فاتي اسيد غير مشبع، زيوت غير مشبعه، بتحصل عليه من المواد البحريه غالبا زي التونيكا والهالوبيت والسلمون، تمام، وممكن اخذه من النباتات زي الافوكادو. كيف بيشتغل؟ بيشتغل بشكل اساسي انه بيقلل الفي ال دي ال، يعني زي النياسين، وبالتالي راح يقلل الترايجليسرايد سينثيسز وين؟ في الليفر. كم نوع عندي من السمك؟ في عندي نوعين من اللي هو الأوميجا 3، في نوع اسمه DHA، تمام، بهمنيش اختصار لشو، والEBA، في عندي هذول النوعين. في أدوية من الأوميجا 3 بيكون فيهم الثنتين، يعني لو رحت على الصيدلية بتلاقي فيها DHA والEBA، وفي أدوية منهم الأوميجا 3 بيكون فيها فقط الEBA. طيب من أشهر الأشياء اللي فيها فقط الEBA اسمه إيكوسابنت اللي هو إيثيل، إيكوسابنت إيثيل. طب والأشياء اللي فيها يا دكتور هون اللي هو سابنتونويك أسيدز اللي آخرهم كلمة إيش؟ هيكسونويك أسيد وسابنتونويك أسيد، هذول شو فيهم؟ فيهم اللي هو DHA وEBA اللي هم إيش؟ DHA اللي هو دوكو هيكسونويك أسيد، والEBA اللي هو إيكسوبانتونويك أسيد، زي مين؟ زي دواء اللوفازا وغيرها. طيب كل هذول ما بهمنيش زي دواء مين وزي دواء مين، هاي اختصار الاي بي اي وهاي اختصار اللي هو ايش حكينا مين الدي اتش اي. طيب ايش ليش الفكره اي بي اي ودي اتش اي؟ شوفوا من ناحيه الحمايه ومن اللي هو الدهنيات الثلاثيه وتنقيص الفي ال دي ال والترايجليسرايد، الدي اتش اي والاي بي اي الثنتين بيوفوا بالغرض، الثنتين بيعملوها. طيب ممتاز كثير، ولكن في مشكله فيهم من ناحيه السايد افكت. وجود الدي اتش اي اللي هو الدوكسوهيكسونويك اسيد، هذا شو بيعمل الدوكسيوكسونويك اسيد؟ اللي بيعمله انه بيرفع ال LDL slightly، might elevated LDL slightly. عشان هيك موجود عندي النوعين، حلاقي اشي فيه DHA و EBA واشي فيه ال EBA فقط. اللي فيه ال EBA فقط هذا ما بيرفع اللي هو شو؟ ال LDL. يعني لو واحد سألني عن اللي هو الايكوسوبينيت إيثيل، الايكوسوبينيت إيثيل هذا اللي هو زي الموجود في الفاسكيبا، وهي هو أمثلة أو الأشكال تبعتهم في الصيدلية اللي هو زيت السمك، إذا كان فيه EBA فقط، هذا بدي إياكم تعرفوا إنه مقلل الترايجليسرايد وما بيرفع اللي هو مين؟ ال LDL.
وهذا بنعتبره جزء من البريسكريبشن برودكت. يعني البريسكريبشن يعني يكتب باستخدام وصفة طبية. طيب ايش المين ثيرابيوتيك يوز للأوميجا 3؟ لانها بتقلل الترايجليسرايد بشكل اساسي في حالة ارتفاع الترايجليسرايد بعد ال 500، بعطيها مع شيء ثاني. يعني ممكن اعطيها مع نياسين او مع فايبريت، لانه هذول اكثر اثنين بيقللوا الترايجليسرايد، بخلطها معهم اذا كان الترايجليسرايد عند الشخص اكثر من 500 وبتنزل الترايجليسرايد. طبعا ايش مشكلتهم؟ زيهم زي بقية الادوية، زيت. اصلا انت بتاخذ زيت سمك، وبالتالي بيزيد الريسك من البليد، لانه بيعمل ديسبليسمنت للورفرين وحتى للانتي بليتليت زي الاسبرين وغيرها، وبالتالي بيزيد الريسك فور بليدنج نتيجه للديسبليسمنت اوف انتي كوجولانت والانتي بليتليت. عشان هيك ممنوع نعطيهم مع بعض. وانا شفت في بعض المستشفيات عندنا بخلطوهم مع بعض، ونبهنا عليها الدكاتره انه ما بنعطوا مع بعض لانه بيزيد الريسك فور بليدنج. هيك بنكون احنا خلصنا المحاضره. شو ضايل علينا بالجزء الاخير؟ ريفيجن فاست، ونركز على هاي ييلد بوينت، ونحل مع بعض اسئله مين الكتاب تبع ليبنكوت. يعطيكم العافيه، بتمنى تكونون بدعوه خير، تساعدونا على نشر فكره الدوره لزملائكم وزميلاتكم حتى يشتركوا ويستفيدوا زي ما انتم استفدتوا. وبدي فيدباك بعد هاي المحاضره، هي اول محاضره فارما بتاخذوها عندي، بدي اياكم تصفحوا فيها فيدباكات. يعطيكم العافيه جميعا، وشكرا جزيلا.